ذات العشاء ونادى، لكن الوقت هو الرجل مسروق بالعشرة ونص، وهاي الحالة بدعش وعشرة ودراجة، هي من المستحيل، لكن على أي حال إحنا لهفناه، لكن نتمنى الله إن شاء الله سبحانه وتعالى يعوضه. مو صحيح هذا الحكي، مع احتراماتي للعميد يعني، وأنا كل الاحترام، وكانت وياي الشرطة والاستخبارات، شرطة العشار واستخبارات العشار، شرطة الإمام علي. عندي فيديوهات وعندي صور تثبت إدانة أبو النجدة. يذكر أنه من خلال مدير النجدة أنه الشخص انسرق بالعشرة ونص، وتقريبا الساعة 11 وعشرة راح لأبو النجدة. يعني ماكو مسافة، رحت وراء تقريبا 3 دقائق 4 أنا لحقتها يعني.